أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعنى ولا تلمزوا أنفسكم كما مر معنا في آخر الحديث السابق، أي ولا يعب بعضكم بعضا، وهو كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. لا تلمزوا أنفسكم مثل ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. إذن لا تلمزوا يعني لا يلمز، لا يعيبن بعضكم بعضا. هذه الآية ولا تلمزوا أنفسكم إلى آخره وردت في سورة الحجرات، من بين آيات سورة الحجرات آيتان. قلت في حديث سابق أقدم مختصرا عنهما ثم أقف عندهما بالتفصيل في حديث لاحق، هو هذا الحديث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعيب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عادة لا يوجد مؤمن إلا وقرأ هذه السورة أو قرأ هاتين الآيتين، أو على الأقل الآية 12: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، قرأها كثيرا. الروايات حول الآيتين أيضا كثيرة، العلماء في كل عصر يكتبون كتابات متعددة وكثيرة، ومع ذلك الموضوعات التي تتحدث عنها هاتان الآيتان هي في العموم محل ابتلاء، وفي العموم كأن هذه الأحكام غير موجودة، لم تكن. المثال الواضح اللي بيأكد لنا قديش بعدنا عن الموضوعات التي تحدث عنها هاتان الآيتان 11 و12 من سورة الحجرات، موضوع الغيبة، وكذلك موضوع التجسس، مرأة تتجسس على تليفون زوجها، فممكن هو يكون عامل مستحب، هي تعمل حرام لتحارب هذا المستحب، أو الرجال يتجسس على تليفون زوجته، هذا التجسس ولا لا؟ عادة هذه الأمور لأن الميل النفسي لها شديد، أنه مثلا المرأة تعرف ممكن والله أنه بيحب غيرها، ممكن يفكر يتزوج عليها، إذن هي بتبحبش بتتجسس إلى آخر شيء، بتعتبر أنه هذا عبادة. فإذا ناقشها شخص في ذلك تقول أنتوا بتحللوا بتحرموا إلى، يعني تفتري على الله عز وجل، تعتبر أنه هذا الأمر الذي تقوم به واجب، الله سبحانه وتعالى يقول حرام، هذا الأمر مثلا من الكبائر، هي تقول لا واجب. طيب،
إذن الموضوعات الموجودة في هاتين الآيتين موضوعات حساسة جدا، العلماء تكلموا حولها كثيرا. وجدت لأحد علمائنا من القرن الحادي عشر كلاما ملفتا حول هاتين الآيتين، فأحببت أن أنقله إلى الأعزاء وأن أستفيد منه، يعني لقلبي وللجميع. هذا العالم اسمه الجواد الكاظمي، وكتابه الفقهي اسمه مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 411 يتحدث عن معنى هاتين الآيتين، طبعا حديث الفقيه الذي يعتمد المنهج الاستنباطي ويهتم بالسند ويلاحظ الرواية ويقف عند حدود دلالات اللفظ وحيفياته. أولا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هنا يسأل سؤالا مقدرا ثم يجيب، لماذا قال قوم من قوم؟ لم يقل الله عز وجل لا يسخر أحد من أحد، شخص من آخر، لا تسخروا من بعضكم قوم من قوم، أي يقول لا يسخر بعض المؤمنين من بعض، يعني قوم من المؤمنين يسخرون من قوم المؤمنين. خلينا ننتبه هون أنه من جملة الأهداف الشيطانية للاستعمار، باعتبار أن المستعمرين من أولياء الشيطان، ركزوا على هذا الأمر، فرق تسود. عادة كل عائلة، كل عشيرة تذكر مثالب العشيرة الثانية، كل تجمع سكني، لو فرضنا مش قرية، أقل من قرية، أنه والله في مباني الشروق مجمع سكني مثلا باسم الشروق، ومجمع سكني باسم الرياحين، شوف أهل هذا المجمع يذكرون مثالب أهل هذا المجمع. المسألة شيطانية، يعني هو الذي يريد أن يعمق العداوة بين الناس عموما والمؤمنين بشكل خاص. إذن لا يسخر قوم من قوم، يعني لا يسخر بعض المؤمنين من بعض، أو لا يسخر أغنياء المؤمنين من فقرائهم. الأغنياء قوم والفقراء قوم، وعادة الغني معرض أن ينظر إلى الآخرين على قيمة، على أساس المال، يقيمه من خلال المال، فقد يسخر من الفقير لفقره. إذن لماذا هذا العالم عم يحرص أنه يدور على التفسير اللي بيتناسب من قوم من قوم؟ لأن الآية لا يسخر قوم من قوم، فينطبق مع هذا أن لا يسخر بعض المؤمنين من بعض، أو لا يسخر أغنياء المؤمنين من فقرائهم، أو لا يسخر مثلا المتعلمون من غير المتعلمين، والطوال من الأقصار وما شابه. رح يجينا شيء عن القصر والتعيير بالقصر وما شابه. ثم يقول والسخرية، شو هي السخرية؟ لا يسخر قوم، يعني الاستهزاء. طيب، واختار الجمع لأن السخرية يغلب وقوعها في المجامع للوحدة. قال عز وجل لا يسخر قوم من قوم، ولم يقل لا تسخر من أحد، مثل مثلا ولا تصعر خدك للناس. هون اختار الجمع لأن السخرية عادة تقع في المجامع، أنت واحد بيهزأ من التاني قدام الناس، صح أنه قد يهزأ به ولا يكون أحد، لكن ليس هذا الغالب. الغالب في السخرية، خلينا ننتبه، مجالسنا عادة مجرد أن واحد يهزأ بالآخر ويقلل من شأنه، وهذا الأمر خطير جدا، هذا يدخل ضمن المنع عن السخرية. ثم يقول ومقتضى النهي تحريم السخرية
والاستهزاء. لا يسخر قوم، هنا نهي، هذا النهي يستدعي التحريم. وقوله عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، بعدين ولا نساء من نساء. شو معنى عسى أن يكونوا خيرا منهم؟ يقول أي المسخور منهم الذين استهزئ بهم قد يكونون خيرا عند الله وأجل منزلة وأكثر ثوابا من الساخرين. إذا واحد عم يستهزئ بحدا بالمجلس لأنه بتلعثم بكلامه أو ما شابه، هذا الشخص المسخور منه قد يكون أعظم. فإذا ما هو المسوغ للاستهزاء به؟ هذا الشخص له شأن عند الله عز وجل. ثم يقول ولا خبر لعسى هنا لإغناء الاسم عنه، عسى أن يكونوا خيرا منهم فيكونون من الخاسرين مثلا لأنهم سخروا منهم، ما في خبر، في عنا الاسم عسى أن يكونوا خيرا، يعني عسى ذكر لها اسم ولم يذكر لها خبر. السبب ما هو؟ يقول لأن الاسم عسى أن يكونوا خيرا منهم دل على الباقي، الباقي يعني فما معنى الخسارة، ما معنى السخرية بهم، أو أنه هذه السخرية فيها ضرر عليكم، هذا فهم من الاسم. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إن المسلم أخو المسلم فلا تخاذلوا ولا تنابزوا، فإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، فمن أخذ بها لحق، ومن فارقها محق، ومن تركها مرق. ليس المسلم بالكذوب إذا نطق، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالخائن إذا ائتمن. تاسعا ولا تلمزوا أنفسكم، مرة معنا أنه لا يعب بعضكم بعضا كقوله ولا تقتلوا أنفسكم. طيب أنا اخترت أن أذكر كلام هذا العالم الجليل الجواد الكاظمي في كتاب مسالك الأفهام آيات الأحكام في نقاط لأهميتها، أهمية النص وأهمية هذه النقاط جميعا. النقطة العاشرة يقول والتعبير بذلك لأن المؤمنين كنفس واحدة، ولا تلمزوا أنفسكم. ليش عبر بهذا التعبير؟ لأن المؤمنين كنفس واحدة. هو مهم جدا أن واحدنا يتنبه أنه عندما يتصرف مع زوجته في موارد الاختلاف على قاعدة أنها مؤمنة والمؤمنون نفس واحدة، وإنما المؤمنون إخوة، الوضع بيختلف، يعني اللين يكون سيد الموقف. ثم يضيف تفسيرا آخرا آخر لمعنى ولا تلمزوا أنفسكم، يقول قد يكون المراد أن لا تفعل ما تسبب به أن يلمزك شخص، يعني ما تغلط، ما تعمل شيء مش صحيح بحيث أنه يجي واحد يعيبك ينتقص منك بسبب هذا، فإذا ارتكبت ما لا ينبغي أن تقوم به وجاء شخص وعابك فأنت الذي لمزت نفسك. يقول أو المراد لا تفعلوا ما تلمزون به أو ما تلمزون به بين الناس بأن تجعلوا أنفسكم عرضة للمز بصدور بعض الأفعال، فإن من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه. اللمز ما هو؟ يقول الطعن
الطعن باللسان، الانتقاص باللسان، هذا اللمس. نقطة 12، ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا تنادوا بعضكم، لا تدعوا بعضكم بعضا بالألقاب. والنبز يختص يقول بلقب السوء عرفا. لو فرضنا لقب كان مش سيء فلا يقال نبزه إذا ناداه، مثلا والله ملقب البطل، إجا واحد قال له يا بطل وهو اسمه طبعا اسم آخر، فهنا ناداه باللقب لكن لا يعتبر نبزا، ليس هذا منهيا عنه. المنهي عنه أن يكون اللقب لقب سوء وتناديه به أو تنادى به، هذا بيكون نبز. طيب سؤال يطرحه هذا العالم، وإنما قال ولا تنابزوا ولم يقل ولا تنبزوا على منوال ولا تلمزوا، شو السبب؟ قال ولا تنابزوا بالألقاب، وما قال ولا تنبزوا مثل ما قال ولا تلمزوا، يعني هونيك ما قال ولا تلامزوا، هوني ولا تنابزوا، شو السبب؟ يقول لأن النبزة لا يعجز الإنسان عن جوابه غالبا، اللمس يغلب أن الإنسان يعجز عن جوابه. اللمس إن واحد يعيبك بأمر، مثلا عيب معين واضح مثل القصر، يعيب بهذا عادة لا يجيب الشخص، يسكت. إذا ما في فعل من الطرفين حتى يقال تلامزوا، في تلمزوا. لكن النبز باللقب بيقول له مثلا كذا، بيذكر له هو شيء مقابل. هنا يقول مثلا يناديه باسم حيوان فلاني، فهو بيناديه باسم حيوان آخر مثلا أشرس منه أو ما شابه. إنه التنابز عادة يحصل من طرفين، لأن من ينبز باللقب لا يواجه الأمر بسكوت، وإنما يعتبر هذا افتراء عليه ويرد، وليس اللمز كذلك. ثم يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تختارونه اسما لكم بعد إيمانكم، أن تنادوا أنفسكم أو بعضكم بهذا اللقب السيء. ثم يقول والمراد إما تهجين نسبة الكفر أو الفسق إلى المؤمنين، أو الدلالة على أن التنابز فسق. المراد ببئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إما تهجين نسبة الكفر أو الفسق إلى المؤمنين، أو الدلالة على أن التنابز هو فسق. بئس الاسم الفسوق يعني ولا تنابزوا، هذا فسق صدر منكم، والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح. ثم يقول ومن لم يتب عما نهي عنه ويرجع إلى طاعة الله فأولئك هم الظالمون. سبب ظلمهم ما هو؟ بسبب العصيان، وأنهم اعتمدوا هذا العصيان موضع طاعة وعرضوا أنفسهم للعذاب، فإذا هم فعلا من الظالمين. النقطة 19 من كلام هذا العالم في تفسير الآيتين من سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب اجتنبوا يعني لا تقتربوا منه، لماذا قال عز وجل كثيرا من الظن؟ بيقول لأنه بعض الظن ليس إثما، من قبيل حسن الظن بالله عز وجل، أو من قبيل الظن الذي لا يقف في وجهه دليل قاطع فيكون حجة. فلذلك قال إن اجتنبوا كثيرا من الظن، وإن بعض الظن إثم كما سيأتي. يقول وذكر الكثير، ليش قال اجتنبوا كثيرا من الظن؟ ليحتاط في كل ظن،
كثير من الظن يجب أن يجتنب. لكن واحدنا ما بيعرف هذا الظن ولا هذا، فبيحتاط، بيترك كل الظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي قبيل هو من الظن، فإن منه من الظن ما يجب اتباعه، كالظن الذي لا يكون في مقابله دليل قاطع، كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات من الأدلة التي تجعلنا نعمل بالاتجاه الآخر المغاير للظن. وحسن الظن بالله هذا أيضا يجب اتباعه، حسن الظن بالمؤمنين كما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي، وقوله: ولا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بالله. إذن الظن بالله عز وجل ليس إثما ولا يذنب، حسن الظن بالله مطلوب. ومن الظن ما يحرم كالظن في الإلهيات، في العقائد، النبوات، الأمانات، وحيث يخالفه دليل قاطع وذن وظن السوء بالله وبالمؤمنين. ومنه ما يعني الظن بيكون سيء، ويشمل حالات مختلفة من قبيل هذه الحالة. والظن في أمر المعاش، إذا والله هو ظن السوء بالله عز وجل في أمر المعاش، هذا ظن سوء. ظن السوء بالمؤمنين في أمر المعاش أيضا ظن سوء. إن بعض الظن إثم، يقول: تعليل مستأنف للأمر باجتناب كثير من الظن، والمراد أخذ الاحتياط. إذا اجتنبوا كثيرا من الظن، مطلوب أن نحتاط فنجتنب كل ظن إلا ما قام الدليل على جوازه. ثم نصل إلى: ولا تجسسوا، يعني ولا تبحثوا عن عورات المسلمين وتطلبوها، وهو تفعل من الجس باعتبار ما فيه معنى الطلب كالتلمس. وقرئ ولا تحسسوا، قرئ بالحاء. الحس يقول أثر الجس. المهم ولا تجسسوا، والقراءة المعروفة هذه. وقد ورد النهي، هذا الأمر الحساس اللي ذكرت، أنه قد يتجسس الشخص على هاتف غيره، الزوج، الزوج، الأخ، الأخت، الصديقين. التجسس على هاتف، على تتبع أسرار الآخرين، حرام. هنا يذكر هذا العالم الجليل بعض الروايات التي يصرح بصحة سندها حول تتبع أسرار الآخرين، تتبع عورات الآخرين، يعني الأمور الخطأ الموجودة في الآخرين. يقول: ورد النهي عن تتبع عورات المسلمين في الأخبار كثيرا، فقد روينا في الحسن بل الصحيح عن محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطلبوا عثرات المؤمنين، فإن من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه ولو في جوف بيته. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف قوما يضربون في صدورهم حزنا يسمعه أهل النار. يعني هناك أشخاص يقيمون في صدورهم هذا الجو المعبر عنه بالحزن أو بالحزن، يسمعه أهل النار، وهم الهمازون اللمازون الذين يلتمسون عورات المسلمين ويهتكون ستورهم ويشيعون عليهم من الفواحش ما نمي عليهم ونحوها من الأخبار. إذن في عدة أخبار حول هذا الأمر وخطورة تتبع عورات الناس، وأن اللمازين
إما يضربون في صدورهم ضربة يسمعها أهل النار، أو أنهم هم يضربون في صدورهم، يقيمون جوا في صدورهم يسمعه أهل النار. ثم الفقرة الأخيرة: ولا يغتب بعضكم بعضا، يقول ولا يذكر بعضكم بعضا بالسوء كناية أو تصريحا في غيبة. ثم يختم بهذا الحديث عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. اللهم من علينا بما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين.